السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جايبكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا النهاردة يا جماعة إن شاء الله أنا عاملاها علشان الجو اللي إحنا فيه ده، حافظ على طيورنا، الجو ده كله عدوى وكله ميكروبات، فأكيد لازم بيحصل أي حاجة، بيحصل تعب للطيور، بيحصل أي مشاكل. وخدوا بالكم يا جماعة، الناس برضو اللي هي دايما بتشتكي الفراخ عندي بتسيا، الفراخ عندي بتموت، ده بيبقى فيروس. وخلي بالكم الجو ده بيبقى مليان فيروس الأيام دي. يعني أنت لو أنت عندك الفراخ كشف عليها أو حمام، يعني سواء حمام سواء فراخ، دايما غطوا عليها في اليومين اللي هم الهواء دول. هو اي نعم الجو يعتبر حر كل حاجة، يعني مواش برد ولا حاجة، علشان محدش يفكر ان انا بقول لكم غطوا علشان الجو برد. لا، احنا يا جماعة بنقول بس علشان الهوا دوت بيبقى جاي مليان ميكروبات، مليان فيروس، الحاجات دي كلها. فاحنا في اليومين دوت لو انت كاشفة حتى على الطيور بتاعتك، حاولي ان انت تغطي عليها. عامل اليومين دوت اليومين الهوا دوت بعد، لان انا بصور لكم النهاردة كده اهو، حاسة ان الجو عمال ما شاء الله عمال الجو كده هوا، والهواء ده طبعا شيء طبيعي احنا بنبقى عارفين كلتنا، لان هي يعني حصلت معايا قبل كده. عندك بط وكشف عليها، حتى لو بط صغير حاولي ان انت تداري عليه وتقفلي عليه. حمام، طيور، حاولي ان انت حتى تحطهم في اوضه زي دهيت وتقفلي عليهم، مش شرط ان انت تخرجوهم على السطح الايام دي ولا حاجه، تمام؟ فعلشان كده برضو انا جايبه لكم وصفه النهارده، برضو هنعملها ان شاء الله النهارده. الوصفه دي يا جماعه باذن الله يعني كويسه وتحمي الطيور عندك، يعني يعتبر زي مناعه كده. الوصفه بتاعتنا دي كمان يعني يعتبر برضو بتعالج الديدان وبتعالج كل المشاكل المعويه في نفس الوقت، يعني يعتبر مضاد حيوي ومضاد سموم، كل الحاجات دي ان شاء الله نعملها مع بعض. اضغطوا بقى يا جماعه كده لايك للفيديو، يلا عايز الفيديو ده لايكات كتير له، وتعالوا نشوف الوصفه بتاعتنا. مبدئيا كده يا جماعه زي ما انتم شايفين انا عزلت الفراخ اهوت لوحدهم في مكان لوحده، كنت قلت لكم قبل كده، والبكاس انا شلت بقى البكاس خالص حطيتها فوق بعضها. لو انتم ملاحظين حتى يعني هي الفراخ الجديده، ده الفراخ الجديده اللي نقلتها من غدا يا جماعه. شوف لو انتم شايفين متكومين كلكم في بوكس في مكان لوحده، هما كانوا دايما بيناموا تحت البوكس هنا، انا شفت البوكس خالص على اساس ان هما يفرفشوا كده ويجروا في الاوضه، برده مفيش فايده، تحس ان هما متكونين كده على بعضهم. بس انا بقول مش مشكله، يعني واحده واحده كده على ما يتعودوا، لان طبعا اي حاجه جديده بتبقى جايه بتبقى يعني خايفه شويه وبتبقى هايبه شويه. زي ما انتم شايفين ده كل الفراخ الساسو، وشايفين بسم الله ما شاء الله الفراخ الساسو احجامها معايا وصلت لغايه فين، وشها بدا يحمر بالرغم ان هي برده يعني خايفه دايما واخده جنب كده، بس ما شاء الله معظمها بدا وشها يحمر معايا اهوت. والخلطه اللي انا عامله لهم النهارده دي، ده هتبقى كويسه لهم كمان علشان تخليهم يبدوا بدري شويه معايا. انا حبيت اوريكم بس لان الفراخ يعتبر كلها معظمها متكومه هناك هنا. وبرده الناس اللي هي بتقول لي انت عندك الدوك كتير ام شيماء، الدوك يا جماعه دي ان شاء الله انا باذن الله، طبعا انتوا عارفين رمضان بقى كل يوم ذبح وكل يوم مش عارف ايه، فان شاء الله ده الكلام ده كله ان شاء الله هنذبحه في رمضان. كل الفراخ البلدي الديوك البلدي اللي انتوا شايفينها ديت دي ان شاء الله كلها هتتذبح. اما الفراخ اللي هي الفرعه اللي انتوا شايفينها قدامكم ديت، الديك الابيض اللي هو بيدان قدام كده هو ده ان شاء الله ده كله ده هسيبه، كل اللي تلاقيه فرع ده هسيبه، حتى الديك اللي هناك في الاخر خالص دوت ده بتاع الفقاسه ده ان شاء الله برده هحاول اسيبه لان ده مهجن. كل السلال المهجنه دي ده ان شاء الله اللي انا هسيبها على اساس ان هي تديني سلاله كويسه، سلاله احجامها كويس، انما البلدي ده انا مش حباه، هذبح كل البلدي ويمكن الفراخ البلدي دي كمان هسيب بقى اللي انا هسيبه للبيض واللي هو كده هقوم ذبحاه. ده يا جماعه الفرخه من الفراخ الفيومه اللي انتم شايفينها دي، ده انا كنت بدور عليها لقيتها تحت الكنبه جنب البطه بتبيض هنا، ده اللي انا كل يوم يعني ببص تحت البطه، لان ده انا نقلت البط كله، بس دي الوحيده بقى هي وبطه ثانيه. قبل ما انقل البط دي كانت تحت الكنبه، كنت وريتها لكم قبل كده. لقيتها جنب البطه هي بتبيض زي ما انتم شايفينها. دي اللي كنت بقول لكم قبل كده، وكانت رقبتها دايما كانت متاثره من دور التعب الفيروس اللي كان جالها، كنت بدور لكم عليها عشان اوريها لكم. دي يا جماعه الفراخ الفيومي، دي فرخه من الفراخ الفيوم، فانا يعني قعدت ادور عليها كده، فبعدين ببص تحت الكنبه لقيتها هنا نايمه جنب البتاع اللي البطه هي بتبيض، معرفش بيضت ولا لسه، فانا هقفل بقى عليها. اشوفها كده بيضت اهي، شايف يعني لسه هتبيض ولا واحده تانية بقى؟ لقيت بيضه اهيت، دي دي واحدة تانية يا جماعة، دي فرخة تانية بيضة، هي لسه مش عايزة تقوم من القفص اهيت، لأنها شكلها كده لسه عايزة تبيض، فأنا هسيبها تبيض بقى وبقوم شايلها. اللي
الفرخه دي اللي انا وريتها لكم ده بقى يا جماعه ده اللي كانت باقيه لي من فراخ الفيوم. هقول لكم انا وريتها لكم ليه وكنت بدور عليها ليه. انا كنت بدور عليها على اساس ان انا اوريها لكم لان دي الوحيده اللي هي اتبقت عندي من ضمن فراخ الفيوم، وهي كمان يجي كام فرخه من شايفين الفرخه اللي هناك اللي عند الباب ديت ده من ضمنهم برده، وفرخه هي كمان دارت اللي اتبقوا لي من بعد موضوع الفيروس اللي كان جه كده. بالرغم من ان هي كانت رقبتها ملوحه خالص، وكانت في ناس بتقول الدحاح مش شيماء، بس سبحان الله عدت ورقبتها اتعدلت خالص وما بقاش فيها اي حاجه، وزي ما انتم شايفين بيض بداية. هقول لكم بقى يا جماعه ايه اللي خلاني اوريها لكم، وكنت متعمده ان انا اوريها لكم ليه. لان في ناس كتير سالتنا يعني لما شافت الفيديوهات بتاعه البيض وشافت فيديوهات الطيور، في ناس كتير بعت قالت يا ام شيماء انا عايزه احسن نوع فراخ يبيض عندي. انا برجح نوعين اتنين يا جماعه من الفراخ، اللي هو البيض المشعر والمسكوف، ده احسن نوع بيض تجيبيه، يعني فراخ للبيض تجيبيه وهيديكي لحم كمان، يعني مش هيديكي بيض بس، لا هيديكي بيض وهيديكي لحم في نفس الوقت. لو انت حابه تجيبي بلدي، في ناس كتير بتقول البلدي حلو برده. البلدي يا جماعه عندي زي ما انتم شايفين او اللي انتم شايفينه هناك تحت البوكس ده بيبقى مقرمش جدا، هو حلو في البيض ما قلناش حاجه، بس لو انت جت في يوم تذبحي منه فرخه ولا حاجه هتبصي تلاقيها مدعبله جدا معاكي وصغيره. شايفين الفرخه دي؟ يعني الفرخه ديت لو انت ذبحتيها مش هتديكي لحم خالص، هي ممكن تديكي بيض انما كلحم مش هتديكي لحم. علشان كده انا بفضل نوعين اتنين بس هيديكي لحم وهيديكي بيض كويس، اللي هو اللي فيومه والمشعر ده الاحسن حاجه. علشان كده يا جماعه يعني برده الساسو ده كويس جدا، خلي بالكم انا مربيه الساسو. الناس بقى اللي هتسالني تقول طب انت جايبه الساسو يا ام شيماء للبيض، هقول لكم يا جماعه انا بصراحه ما كنتش جايباه للبيض، انا كنت جايباه على اساس ان انا اذبحه في رمضان. طبعا كل سنه وانتم طيبين. وبعدين لما انا لقيت النوعيه بتاعته ديت نوعيه كويسه جدا وعريضه زي ما انتم شايفين الفرخه اللي قدامكم دي اللي هي وشها احمر دي ساسو برده. تعرفي النوعيه الحلوه ازاي؟ ما يغركوش اللي هي تلاقيها ركبها طويله قوي ديت، النوعيه اللي تلاقيها ركبها طويله قوي ديت دي ما بتبقاش حلوه. انما اللي تلاقيها الركب بتاعتها او الرجلين بتاعتها قصيره كده وتلاقيها عريضه اعرفي ان الفرخه دي نوعيتها حلوه. وعلى فكره برده يا جماعه انا هاخد بالي زي ما قلت لكم هاخد منها ايه يعني شويه كده في الاول، يعني شويه في الاول على اساس انني ارقد منه، هيبقى عندي بقى خليط ما هو اساسه خالص ولا بلدي خالص. عند الدوك طبعا اللي انتوا شايفينها دي اللي هتلقح الفراخ اللي انتوا شايفينها دي، وهتاخد السلوله عندي هتبقى مهجنه حلوه برده للبيض واللحم. وبعد كده يعني هتديني برده فتره هلاقي بدا خف هقوم ذبحها. ده يا جماعه بس عشان الناس اللي هي سالتني يعتبر كده انا برد على الاسئله بتاعتكم كلها. فتعالوا بقى دلوقتي كده اعمل معاكم الوصفه اللي احنا ان شاء الله هنعملها. انا جايبه لهم النهارده يا جماعه اهوت عشان اعمل لهم وصفه، ده توم، ده التوم بس التوم ده مش هحطه لوحده، التوم دوت انا هعمل لهم كده وصفه، بس في الاول كده هخرطه كده اهوت يعني حتة صغيره كده مش هتخرطيه دوق ايه، انا هخرطه بس عشان اعرف ادوق. ده كده يا جماعه الفصين التوم انا حطيتهم في كيسه كده رحت ادقهم علشان طبعا مش هعرف ان انا يعني ادقهم في قلب الفقشه زي ما انتم شايفين كده اهو، دقتهم ناعم خالص اهوت. إيه معايا الليمونتين دهمت، ده كده معايا الليمونتين اهوت شقتهم هقوم حطهم على التوم. ده يا جماعه الخلطه دي كويسه جدا، هقول لكم برده هي بتعالج ايه، بتعالج الديدان، يعني مش بتعالج بس المشاكل المعويه لوحدها، لا ده مضاد حيوي بيعالج الديدان وبيعالج كل المشاكل المعويه. وخلي بالكم البيض بيقل يا جماعه ليه؟ لان ممكن الديدان ديت هي اللي بتاثر على البيض، دي اول حاجه بتاثر على البيض. ده كده يا جماعه صرت الليمونتين اهوت، وهحط برده شويه سمن. ده كده يا جماعه ممكن احط اهيت، وبعد ما عملت الليمونتين على التوم رحت انا حاطه معلقتين ثلاثه خل كده كبار زي ما انتم شايفين كده الخلطه دي بتاعتي، واحط لهم بقى الريق. ده لو انت عندك الفراخ عندها ديدان، معظم الفراخ يا جماعه الناس اللي هي بتشتكي بتقول الفراخ عندي ما بتجيبش، عالجوا الاول من الديدان. ما عندكيش مثلا انت ممكن تحطي شيح، ممكن تجيب لهم جرعه جاهزه من عند البيطري، ممكن تعملوا الخلطه اللي احنا عملناها ديت، ده كويسه جدا للديدان وبتعالج اي مشاكل معويه، حتى لو في كوكسيديا في كلوستريديا في اي حاجه ممكن تعملوا الخلطه دي كويسه جدا، حتى الفرخ هيبقى بين على الصحه وهيبقى كويس جدا معاكي وما شاء الله هيبيض معاك هيبقى كويس جدا. يعني لو انت هتحطها مثلا على الريق للفراخ ولا حاجه حاولي ان انت تعملها مثلا بالليل او قبل ما تطلع يعني تليفون بساعه كده ولا بساعتين تكوني مجهزه لهم وحط لهم على الريق في قلب الميه بتاعتهم يشربوا منها على الريق تبقى كويسه جدا ليهم. ده بقى يا جماعه الوعيه بتاعت الفراخ هحط عليها المكون ده كله واقوم صب عليها الميه. انا عندي الوعيه دي بتاخد 5 لتر ميه كده.
وده الخلطه حطيناها لهم اهي بعد ما عملناها زي ما انتم شايفين. الفراخ دلوقتي كلها هتتلم وتشرب منها، والروم بقى طبعا هيشرب عشان مثلا لو في روم عنده ديدان عنده اي حاجه هيشرب منها. ده كويسه جدا للطيور عندك. ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، واتمنى يا رب يكون عجبكم. متنسوش تضغطوا لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.